أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. سينخفض الضغط الجوي بداية من صباحة الغد على المناطق الشمالية، فعليه اضطراب جوي سيلتحق بداية من الواجهة الغربية. إذا أمطار على شكل زخات ستزداد غزارة إن شاء الله خلال الأمسية، لتلتحق إن شاء الله خلال الليل على المناطق الوسطى، لكن خلال الصباح الباكر نسبة رطوبة عالية خلال صباحة الغد خاصة على الواجهة الوسطى وكذلك الشرقية. أمطار ستلتحق كذلك على منطقة الثورة وشمال الصحراء، وتكون تحت توقع رعود هبوب رياح قوية ستعمل على التطاير للرمال على كل من الصحراء الوسطى أقصى الجنوب كذلك مناطق الجنوب الشرقي. 7 درجات خلال هذه الليلة على الجلفة، 11 درجة على العاصمة، 12 درجة على ولاية تندوف، 15 درجة على تامنراست، و17 درجة كان المقياس على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى ستنخفض على الواجهة الغربية مع القدوم الاضطراب الجوي، لكن ترتفع على الواجهة الشرقية. إذا درجات حرارة تفوق المعدل الشهري 28 درجة على السواحل، تنخفض لغاية 14 درجة على التلمسان، 19 درجة على العاصمة، 15 درجة على ولاية بشار، ترتفع كالمقياس لغاية 36 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد يبقى قليل اضطراب تقريبا على طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة. أمطار رعدية معتبرة خلال يوم الغد ستخش جاكرتا مع 28 درجة، طقس حار على بانكوك مع 36 درجة، أجواء ممطرة على طوكيو مع 13 درجة، نيودلهي سحب عابرة مع 29 درجة، نفس الأجواء على كولومبو. شروق الشمس لصباحة الغد الجمعة على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 7:25 دقيقة. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.